تعالى بقى نروح على حاجه مهمه ايضا متعلقه بتاريخنا وبحضارتنا وبتراثنا الانساني. انتهينا من مشروع ترميم اللوحات الخشبيه. ايه اللوحات الخشبيه دي؟ اللوحات الخشبيه دي لمصطبه او حاجه اسمها مصطبه حسيراعه، والاستعداد لاعاده عرضها بالمتحف المصري في التحرير. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور اسلام عزت، مدرس مساعد كليه الاثار بجامعه عين شمس، واخصائي دراسات المواد القديمه في المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيه. اهلا 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 يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. والله يا دكتور انا من قلبي بقول لك اهلا، ونحن يمكن ما 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 ما, ما تقابلناش إلا أنه أصلا أنا أقدر جدا جدا علماء المصريات، علماء الإيجيبتولوجي دول بالنسبة لي يعني إيه حاجة أرفع مما يمكن أن يكون. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا حقيقة سعيد جدا باستضافة حضرتك. لا يا فندم، ده أنا اللي أتشرف، إحنا اللي نتشرف. عايزين نعرف أكتر إيه هي اللوحات الخشبية اللي مصطبة حسيراع، إيه مشروع الترميم اللي حاصل، عايزين نفهم أكتر. هي لوحات خشبية بترجع لعصر الدولة القديمة، الأسرة الثالثة، عهد الملك نتفرخيت الملك زوسر. فهي واحدة من أهم المجموعات الخشبية مش بس في مصر ولكن على مستوى العالم كله، لأنها بتؤرخ لصناعة الأخشاب في تبلورها الأساسي اللي حصل فيها. طبعا صناعة الأخشاب موجودة من عصور ما قبل الأسرات، ولكن هنا احنا بنشوف هذه اللوحات الخشبية كانت موجودة في مصطبة حسيراع في شمال سقارة، بتبعد حوالي 260 متر تقريبا عن المجموعة الهرمية للملك زوسر. فكان حسيراع هو كبير أطباء الملك زوسر وأول طبيب أسنان معروف في التاريخ. فالمصطبة بتاعته بتحمل قيمة واستثنائية الحقيقة جدا في التراث الثقافي المصري، لأنه ظهرت لأول مرة ألقاب بتشير إلى أنه هو كان كبير جراحين، كبير أطباء الأسنان، وكان بيحاكي بالمصطبة بتاعته المقبرة الجنوبية للملك زوسر. عشان كده بنلاقي الملك زوسر عامل النيشات أو الدخلات والخرجات بتاعته بالحجر، ولكن حسيراع حب أنه يستخدم نوع جديد من المواد وهو الخشب اللي احنا بنشوفه هنا كعنصر معماري وليس فقط كنقش زخرفي. عشان كده الحقيقه هي يعني زي ما بنقول عليها فالور اكسبسيونال الحقيقه، او قيمه استثنائيه خاصه جدا في الحضاره المصريه. المشروع ده بدا الحقيقه في 2021 يناير 2021 بالتعاون ما بين المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيه قسم الدراسات الاركيومتريه والمتحف المصري بالقاهره. والحقيقه كان تعاون متميز جدا، لانه المشروع اشتمل على ما يسمى بالدراسه الاركيومتريه او الدراسه التحليليه للاخشاب، بالاضافه لاعمال الترميم وفق احدث البروتوكولات المتبعه على مستوى العالم، بالاضافه لاعاده العرض، وهي السمه يمكن الاكثر تميزا في هذا المشروع، ان احنا بنعيد العرض لاول مره، ان احنا بنعيد بناء جزء من هذه المصطبه في المتحف المصري بالقاهره، اللي احنا بنسميه العرض السياقي او الكونتكستشواليز ديسبلاي، وده بيتم لاول مره بالمتحف المصري بالقاهره منذ انشائه سنه 1902. طب ده عظيم جدا، لفت نظري جدا حضرتك قلت انه حسيراع كان اول طبيب اسنان في التاريخ وكان جراحا. نعم. احنا وهنا بقى هنا ده سؤال لايجيبتولوجيست عظيم زي حضرتك، الكلام ده كان تقريبا من حوالي قد ايه؟ 5000 سنه تقريبا؟ يمكن اكتر كمان، يمكن احنا بنتكلم هنا يمكن في ربما 4800 قبل الميلاد. يعني حوالي 6800 سنه. يعني احنا هنا يعني كمان في مرحله مهمه جدا، وهي تضرر دور الدوله المصريه في هذا الوقت، لان احنا بنقول عصر الاسره الثالثه بتبدا الدوله القديمه اللي هي ممتده من الاسره الثالثه وحتى الاسره السادسه. فبنلاقي انه بدا يبقى في مفهوم كامل للدوله، بدا يبقى في مؤسسات، فعشان كده مش مستغربين ابدا لوجود وظائف مهمه زي كبير الاطباء او طبيب الاسنان او كبير الجراحين، لان في الوقت ده بدات الدوله المصريه تاخد اللي احنا بنسميها الفونكسيون دوتا او التكوين المتبلور للدوله. انه يبقى عندي ستيت دولة. يبقى عندي ستيت دولة. بالظبط كده، بالظبط، هو مفهوم الستيت. حلو جدا، طيب ده كده معناه انه احنا بنينا هذه المفاهيم قبل الاسرة الثالثة بكتير، حتى اصل الى انه الاسرة الاولى او الثانية او الثالثة او الى عصر الاسرات، ان انا اصبح في عندي الدولة مكتملة الاركان بمؤسساتها وبكوادرها كمان.
صحيح. احنا يمكن كمان مفهوم الدوله يمكن سبق كده، لان احنا عندنا الاسره الاولى عهد الملك مينا او نارمر، وطبعا هو صاحب الصلايه الشهيره بالمتحف المصري بالقاهره. احنا بنقول هنا ان هو بدايه اليونيفيكيشن اوف ستيت او فكره توحيد الدوله. ويمكن كمان انا بشوف ان في بعض الكتاب كمان زي رايتمر وغيرهم بيشوفوا انه يمكن ربما مفهوم الدوله بدا من عصور ما قبل الاسرات كمان، يمكن مش من عصر الاسره الاولى. عشان كده في بعض العلماء بيرجحوا ان في حاجه اسمها الاسره صفر. فمفهوم الدولة مترسخ في عمق الدولة المصرية منذ القدم يعني الحقيقة، ويعتبر يمكن عشان كده خلى الحضارة المصرية من أعظم الحضارات على مستوى العالم. طب أنا سؤال أخير برضو بحاول أفهم من حضرتك، يعني أنا وبنتي أصلنا هواة إيجيبتولوجي ليس إلا، يعني مجرد هواة بنحاول نقرأ قدر الاستطاعة. كون إن أنا يبقى في عندي كادر جراح ومش بقى معالج، يعني ده مش هيلر، ده أستاذ دكتور جراح في جراحات الفم والأسنان، ده معناه إن أنا عندي تقدم علمي مذهل في الدولة الثالثة، ده معناه أنه سبقوا الكثير من الأبحاث اللي اتعملت على البنيان الإنساني على الجسد البشري، وأصبح في عندي مدارس ومعاهد أو مفهوم الكليات المتخصصة عشان يبقى في عندي كادر زي حيسي راع، صح؟ مؤكد 100%، لانه احنا كمان بنشوف يعني لو حضرتك يعني شفت شكل اللوحات الخشبيه هنشوف كمان مدى دقه الصنع كمان. يعني احنا مش بنتكلم على مجرد ان هي اتعمل لها نحت لشكل ادمي، هو طبعا ظاهر بحيث يلعب بمناظر مختلفه منهم منظره الشهير طبعا امام مائده القرابين، وفي مظاهر ثانيه سترايبنج سينز بنشوف من خلالها مدى عمق الفن كمان في هذه المرحله. ويمكن مش بس المصطبه مش بس بتورينا شكل اللوحات الخشبيه، لا في كمان جداريات من التصوير الجداري الحقيقه مميزه جدا جدا بتسجل مظاهر الصناعات، لان هو مش بس كان طبيب اسنان ولكنه كان ايضا كاتب، ووظيفه الكاتب في مصر القديمه دي كانت وظيفه مرموقه جدا، بالاضافه ان هو كان كبير موظفي الطلاط الملكي. واضح كمان من المناظر الموجوده في المقبره ان هو كان عنده خبره في صناعه الاخشاب، في صناعه النسيج، لانه ظهرت لاول مره في هذه المصطبه، وده يمكن احنا عاملين له بقى محاكاه في اعاده البناء ان شاء الله. الصور يشوفوها في الافتتاح ان شاء الله خلال شهر سبتمبر القادم، ان احنا عاملين محاكاه للمناظر اللي بتسجل هذه الصناعات، وبنضع الزائر في نفس السياق الاثري كما لو انه زار المصطبه، لان طبعا للاسف المصطبه دلوقتي حاليا هي مردومه بالتراب، لان اخر حفايه ليها تمت سنه 2010 في نوفمبر 2010. ولكن احنا بهذا النمط الجديد من العرض بنتيح للزائر فرصه كما لو انه في مصطبه حسيا. حلو جدا. انا عايز يا دكتور لما وقتك يسمح كده تنورنا الاسبوع الجاي ان استطعت. يعني شرفني طبعا. لا ده انا اللي اتشرف، لان انا عايز استزيد من هذا العلم. انا هاوي مستميت بصراحه لمساله الايجيبتولوجي يعني. فانا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور اسلام عزت، مدرس مساعد كليه الاثار بجامعه عين شمس، واخصائي دراسات المواد القديمه بالمعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقيه.